نشأة الإدارة التعليمية وتطورها. استندت نشأة الإدارة التعليمية إلى التطور في الإدارة العامة وإلى التطور الذي حصل في إدارة الأعمال، حيث بدأ الاهتمام فيها عام 1946 إلى عام 1959 بأمريكا من خلال الدعم المخصص من مؤسسة كولوج، حيث دعمت الأفكار والنظريات والإسهامات في الإدارة التعليمية بمبلغ 9 مليون دولار. مبررات هذا الاهتمام بالإدارة التعليمية جاء بعد الحرب العالمية الثانية، يعبر عن إدراك الدول المتحاربة التي خرجت سواء كانت منتصرة أو مهزومة لأهمية التعليم في بناء ما دمرته الحرب العالمية الثانية، وأهمية التعليم في بناء المجتمعات، وأهمية أن يلعب التعليم الدور الإيجابي المنشود، وهذا لن يكون إلا بالاهتمام بالتعليم وبإدارة أنشطته المختلفة. الإدارة التربوية مقابل الإدارة التعليمية. التربية أعم وأشمل من التعليم، والتربية ليست محصورة في المدرسة، فهناك مؤسسات أخرى في المجتمع تقوم بالدور التربوي كالمسجد والنادي إلى آخره من المؤسسات التربوية، سواء كانت مقروءة أو مرئية أو مسموعة، مثل المسجد والأسرة والمؤسسات الإعلامية المختلفة كما أسلف. الإدارة التعليمية تعبر عن الطريقة التي يدار بها نظام التعليم بشكل عام، وتشمل مدخلات العملية التعليمية من موارد بشرية مثل المعلمين والطلبة، وموارد مادية مثل الأبناء والتجهيزات والمعدات والمناهج. الإدارة التعليمية مقابل الإدارة المدرسية. الفرق بين الإدارة التعليمية يعني الفرق بين الإدارة التعليمية والإدارة المدرسية، فالإدارة التعليمية تعني بالعمليات الإدارية التي يقوم بها الإداريون في المستويات العليا في الإدارة التعليمية في الوزارة أو في إدارة التعليم على مستوى المنطقة أو مستوى المحافظة، بينما الإدارة المدرسية تطلق على الوحدات التنفيذية على مستوى المدرسة. وبالتفصيل، الإدارة التعليمية هي مجموع العمليات المتشابكة التي تتكامل فيما بينها داخل المنظمات التعليمية لتحقيق الأهداف المنشودة من التربية، وتقوم برسم السياسة وتمد المدرسة بالمتطلبات المادية والبشرية، وتقوم بالإشراف والرقابة لتنفيذ السياسة التعليمية، ومهمتها تنسيق السياسة التعليمية مع السياسة العامة للدولة في مجلس الوزراء، وتعمل على الإشراف على تنفيذ السياسة التعليمية. الإدارة المدرسية وتهتم بتصريف العمل التربوي على مستوى المدرسة أو الوحدة التي تقوم بتنفيذ السياسة التربوية وفق ما رسمته السياسة التعليمية، وتعبر عن جميع الجهود الإدارية التي يقوم بها مدير المدرسة وفريقه لإنجاز العمل داخل المدرسة على النحو الذي يحقق أهدافها. إذن الإدارة التربوية تهتم بتنفيذ السياسة التربوية داخل البلد، والسياسة التعليمية يعني يتم وضعها في وزارة التربية والتعليم ويتم تنسيقها في سياق الإدارة العامة للدولة في مجلس الوزراء، والإدارة المدرسية معنية بتنفيذ السياسة التعليمية على المستوى الإجرائي.